في سؤال آخر مشابه تقول: هل تشقير الحواجب أمر جائز بحيث تصبح مختفية؟ ليس كلها، بل الشعر الزائد يصبح له لون أشقر فلا يتبين ويعطيها شكلا جميلا. لا يجوز العبث بالحواجب أي شكل كان إلا إذا كان فيه شيء تشويه، فإنه يصبغ بغير السواد، يصبغ بغير السواد كشعر الرأس الذي فيه شيء يصبغ بغير السواد. نعم. قيل هذه الشقرة ليست سوادا؟ إذا كان شيبا، إذا كان شيبا يصبغ بالشقرة لا بأس، أو بالصفرة، أما إذا لم يكن فيه شيب فإنه يترك. نعم.